زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون لبلادنا بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. يخصص للرئيس الفرنسي استقبال شعبي ورسمي كبير يليق بمتانة وقوة الروابط بين بلدين لا تجمعهما الاعتبارات السياسية والدبلوماسية فحسب، بل يربطهما غنى التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة. كما يترجم هذا الاستقبال عمق الصداقة بين شعبين تحذوهما رغبة أكيدة في تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة. ولا شك أن زيارة الرئيس الفرنسي ستفتح آفاقا أوسع ومجالات أرحب لإسراع وتيرة التطور الذي تشهده الروابط بين الرباط وباريس، استنادا إلى الآفاق الاقتصادية المتاحة على طول المسار الذي يقطعه موكب جلالة الملك والرئيس الفرنسي باتجاه القصر الملكي. تحتشد الجموع الغفيرة من المواطنين والمواطنات للتعبير عن ابتهاجها بهذه الزيارة التي تعزز علاقات الصداقة والأخوة العميقة والتقدير المتبادل بين قائدي البلدين الصديقين. يؤشر تعدد الزيارات المتتالية بين قائدي البلدين إلى ما يجمع الرباط وباريس من علاقات قوية وروابط متينة تستند على إرادة صلبة للدفع بها إلى أرقى المستويات وجعلها نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية. وفضلا عن العمل المضطرد على تطوير آليات التعاون المشترك، فإن المغرب وفرنسا عاقدان العزم على تعزيز وتقوية شراكتهما الاقتصادية. تفتح زيارة فخامة السيد إيمانويل ماكرون لبلادنا بدعوة من جلالة الملك أفاقا أرحب في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، تكريسا للرغبة الأكيدة التي تحذو المغرب وفرنسا قيادة وشعبا لنسج روابط أوثق، ترجمة لطموحات الشعبين الصديقين. أعداد غفيرة من أبناء مدينتي سلا والرباط يرحبون بمقدم رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون ضيفي المغرب الكبيرين، ويعبرون عن اعتزازهم بالصداقة المغربية الفرنسية وعن ارتياحهم لمستوى العلاقات السياسية القائمة بين الدولتين. بفضل هذا المنعطف التاريخي ستشهد العلاقات المغربية الفرنسية قفزة نوعية وسترقى إلى مستوى تعاون ثنائي متين، والبلدان ماضيان نحو ترسيخ شراكتهما على أسس صلبة ترتكز على روابط ودية وأواصر صداقة قوية وعلى الاحترام المتبادل والتعاون المثمر. أبناء العدوتين يعبرون بكل مظاهر التعبير عن امتنانهم وعرفانهم لجلالة الملك بهذه الخطوة القوية لتقوية روابط الصداقة والاحترام المتبادل بين المغرب وفرنسا. للجمهورية الفرنسية وعي تام بما يتمتع به المغرب من مؤهلات هائلة تجعل منه أحد أهم القوى الاقتصادية على المستوى القاري والجهوي، ناهيك عما ينعم به من استقرار في أبعاده الشمولية ومن مسار تنموي اقتصادي وسياسي واعد تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. لا تفتأ الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب وفرنسا تتقوى على مر السنين بفضل الإرادة المشتركة والعمل الموصول من الجانبين قصد تحقيق تنمية السوسيو-اقتصادية ذات العوائد الإيجابية على الجانبين. المغرب وفرنسا يتقاسمان
رؤية اقتصادية واستراتيجية متطابقة بما يسمح لهما بإرساء نموذج ناجح للشراكة والتطلع لتحقيق الأهداف المرجوة. هذا الالتزام المشترك يجعل البلدين يشكلان منصتين اقتصاديتين فريدتين كل في منطقته، ويغذيان معا نموذجا حقيقيا للشراكة مفيدا للجانبين. من هذا المنطلق يعمل البلدان معا لتعزيز هذه العلاقات العريقة التي تجمع بينهما وفقا للإرادة المشتركة لجلالة الملك والرئيس الفرنسي. ساكنة العدوتين سلا والرباط تغتنمها مناسبة سانحة لتحية الصداقة المغربية الفرنسية والتعبير عن مباركتها للخطوات والجهود التي يبذلها قائد البلدين لتقوية العلاقات الثنائية والدفع بها باتجاه تحقيق الأهداف والطموحات خدمة لمصالح الشعبين صديقين يتوقان للمزيد من التعاون بين بلدين متجذرين عراقة وأصالة تؤهلهما لنسج أوثق الروابط وأمتنها. عوامل كثيرة تاريخية وسياسية وإنسانية واقتصادية واجتماعية تساهم في ترسيخ علاقات متميزة وفريدة بين بلدين يطمحان إلى تعزيز الروابط الثنائية على جميع الأصعدة والمستويات، حفاظاً على الإرث التاريخي والحضاري الذي يشكل القاسم المشترك بينهما. بفضل التقارب في وجهات النظر ومن منظور استراتيجي وواقعي، وصل المغرب وفرنسا مرحلة من النضج تسمح باستشراف المستقبل بنظرة متفائلة وطموحة. زيارة فخامة السيد إيمانويل ماكرون لبلادنا تشكل فرصة سانحة لتأكيد العزم الراسخ على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما أنها تأتي استجابة للإرادة التي تحذوهما للاستفادة من الفرص المتعددة التي وفرها المغرب وفرنسا بغرض دعم الروابط النموذجية. من شأن هذه الزيارة أن تضع الأسس لشراكة استراتيجية متجددة ستتيح للعلاقات الثنائية دخول مرحلة جديدة عبر إقامة حوار سياسي مكثف إلى جانب شراكة اقتصادية جديدة وبرنامج طموح على جميع المستويات يترجم هذا الاستقبال الشعبي عمق الصداقة بين شعبين تحذوهما رغبة ملحة في تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة. تشكل هذه الزيارة دفعة قوية للشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يحرص البلدان على تعزيزها وتطويرها، بما يعكس عمق الأواصر الأخوية الوطيدة والأصيلة التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. تستمد العلاقات المغربية الفرنسية قوتها من التاريخ المشترك وغنى الروابط الإنسانية، وهي تندرج ضمن مسار شراكة تشمل مختلف الميادين الواعدة. ما فتئ البلدان يؤكدان عزمهما النهوض بالشراكة الثنائية، ولا شك أن هذه الزيارة التاريخية ستتيح تعميق التعاون الثنائي في كافة الميادين، سيما عبر تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم الروابط بين البلدين. الرغبة والالتزام والعزيمة هي مفاتيح الزخم الذي تعرفه العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، وهما البلدان اللذان أدركا كيفية الاستفادة من تكاملهما من أجل بناء شراكة مثالية. هي محطة جديدة من محطات مسار طويل لعلاقات مغربية فرنسية عريقة متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية. استقبال شعبي
يليق بما يجمع البلدين الصديقين من روابط متينة وعلاقات تعاون مثمر تزكيها الرغبة المشتركة في النهوض بها إلى أعلى المستويات. هي علاقات ثنائية استراتيجية على أكثر من مستوى، وللبلدين انشغالات واهتمامات مشتركة، ويواجهان معا نفس التحديات، وهما عازمان معا على تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية ولتحقيق الازدهار المشترك والمنفعة المتبادلة. هذه اللحظة في مسار العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية تؤكد الاهتمام الذي تليه قيادة هذا البلد الصديق لتطوير روابط التعاون بأبعاده المختلفة مع المغرب، من أجل إعطاء مضمون حقيقي للصداقة العميقة بين البلدين. تتميز الصداقة المغربية الفرنسية بطابعها المتجدد من أجل رفع التحديات، ومن أجل أن تضطلع بدورها كرافعة في الفضاء المتوسطي الإفريقي. يندرج هذا اللقاء بين قائدي البلدين في إطار العلاقات الخاصة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والشراكة الاستثنائية التي ترتكز على رؤية متكاملة إزاء الملفات الكبرى. التزام قوي وراسخ بالعمل من أجل تكريس شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، لا سيما في المجالات الحيوية والقطاعات الواعدة بالنسبة للبلدين الصديقين. تعكس هذه الزيارة تصميم البلدين على تقوية علاقاتهما النموذجية بشكل دائم على أساس الاحترام المتبادل والتطلعات المشتركة لتحقيق التنمية والرفاه للشعبين الصديقين المغربي والفرنسي. يعكس اللقاء على أعلى مستوى الذي تتيحه هذه الزيارة الاهتمام الذي يوليه المغرب لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع مختلف الشركاء، ولقاء بين قائدي دولتين يمثلان الحداثة وعمق التاريخ ضمن زيارة تجسد إرادة لمقاربة مشتركة في مواجهة التحديات الماثلة في كلا ضفتي البحر الأبيض المتوسط. تكتفي زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة المغربية أهمية كبرى على أكثر من مستوى، نظراً لعراقة علاقات الدولتين التاريخية والسياسية، ونظراً للدور الوازن الذي تلعبانه على الساحة الإقليمية والدولية. زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب خطوة كبيرة تزكي الطموحات المشتركة، وتؤكد المكانة التي يحتلها كل بلد في السياسة الخارجية للبلد الآخر من منطلق استراتيجي. تجدر العلاقات المغربية الفرنسية لا يجد تفسيره إلا بالمكانة التي تحظى بها المملكة باعتبارها بلدا ينعم بالاستقرار في منطقة عرفت تقلبات سياسية، وأيضا بفضل السياسة الحكيمة التي تنهجها مع شركائها بقيادة رصينة من جلالة الملك. تكتسي هذه الزيارة طابعا متميزا بالنظر إلى كونها ستمكن من استكشاف فرص جديدة وفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي، خاصة وأن المغرب يعيش على إيقاع إصلاحات جذرية سيما في المجال الاقتصادي. تشكل زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منعطفا هاما في مسار العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. تكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة
كونها مناسبة سانحة لرسم خارطة طريق جديدة تؤطر علاقات البلدين خلال السنوات المقبلة. تسود القناعة داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في كل من الرباط وباريس أن العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا مدعوة إلى انتهاز جميع الفرص المتاحة حتى تكون شراكتهما الاستراتيجية نموذجاً لتنمية مشتركة وإطاراً متيناً للاستثمار والإنتاج والتصدير منفتحاً على محيطه الإقليمي والدولي. تعي فرنسا أهمية الاستثناء المغربي في منطقة جنوب المتوسط برمتها على اعتبار أن المغرب يعتبر ضمانة للاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء. هذه الزيارة تعد حدثاً بارزاً في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية، كونها ستساهم في إعطاء دفعة كبيرة للمبادلات التجارية وفي تثمين العلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين، خصوصاً وأن الدولتين تتميزان باستقرارهما السياسي ويتقاسمان التشبث بالمبادئ الديمقراطية وبنظام اقتصادي منفتح. زيارة تاريخية من شأنها فتح عهد جديد في العلاقات المغربية الفرنسية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي ستتناولها مباحثات جلالة الملك مع ضيفه الكبير، والتي ستكون لها انعكاسات جد إيجابية على مستقبل الشراكة بين الدولتين. هذه الزيارة التي تتم بدعوة كريمة من جلالة الملك تكتسي طابعا متميزا، كونها ستمكن من استكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، سيما في ظل ما يشهده المغرب من إصلاحات عميقة. وأحيل الميكروفون للزميل محمد الدودي، يتابع معكم سيداتي وسادتي وقائع الاستقبال الرسمي الذي يقيمه جلالة الملك على شرف ضيفي المغرب الكبيرين. حقبة ومرحلة جديدة تدخلها العلاقات التاريخية والشراكة الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بزيارة الدولة التي بدأها اليوم فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. موكب جلالة الملك وفخامة الرئيس الفرنسي تخفره خيالة الحرس الملكي من باب السفراء حتى ساحة مشوار القصر الملكي بالرباط، وهو تقليد أصيل متأصل يقام في هذه المناسبات الهامة لكبار القادة والزعماء ضيوف جلالة الملك حفظه الله. تقاليد عريقة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ لمملكة عريقة تعتز بتاريخها المجيد وتفخر بحاضرها المشرق الزاهر. تخفر الموكب تشكلة تضم 110 من خيالة الحرس الملكي التي تعتبر من أقدم الوحدات العسكرية في العالم، والتي ظلت مرتبطة بتاريخ المملكة المغربية، وحدة عتيدة تجسد الماضي التليد للجيش المغربي الباسل الذي شكل على الدوام رمزا للإخلاص والتفاني والدفاع المستميث عن العرش وحماية حوزة الوطن. هي مظاهر خاصة واحتفال غني بالدلالات والرموز يجسد حفاوة الاستقبال والترحيب الذي يخص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ضيفه الكبير فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. فالزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة راسخة وقوية ومتجذرة. بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد
التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. هي مرحلة جديدة لمنح الشراكة الاستثنائية بين الرباط وباريس، رؤية متجددة وطموحة تغطي عدة قطاعات استراتيجية وتضع ضمن خارطة الطريق المستقبلية أولويات البلدين في أبعادها الثنائية والإقليمية والدولية، بما يدعم حضورهما إقليميا ومتوسطيا ودوليا في كافة المجالات والأصعدة. زيارة دولة للمغرب عميقة الدلالات، مفعمة بالإرادة المشتركة الطموحة للارتقاء بالعلاقات الثنائية على أسس متينة وصلبة، صداقة نموذجية وقوية وثابتة، وشراكة هي في خط تصاعدي وتناغم إيجابي تنبني على الاستمرارية والمصالح المشتركة والأهداف الواضحة والاحترام المتبادل والدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة، عن قيم الحرية والكرامة والتسامح، بما يدعم ويساهم في ترسيخ وتوطيد الأمن والسلام والاستقرار عبر العالم. فباريس والرباط عملتا تاريخيا على تطوير هذه الروابط متعددة الأبعاد وترسيخ هذا النهج اعتبارا لمكانتهما وحظوتهما قاريا ودوليا، وهما اليوم مدعوتان لتعزيزها أكثر في إطار دينامية جديدة تهدف إلى دخول فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية والاستثنائية التي تشهد اليوم قفزة نوعية ومثالية في سياق جديد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. هي علاقات غير عادية، علاقات متفردة لا مثيل لها ومتجذرة في التاريخ وقائمة على أسس مصالح متبادلة، علاقات تجمع دولة بدولة ويتابعها قائد البلدين باهتمام وعناية كبيرة. ففرنسا هي شريك مميز للمغرب سياسيا اقتصاديا وإنسانيا، قائمة على أسس متينة وصلبة. بساحة مشور القصر الملكي بالرباط يتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون والترحيب بمقدم فخامته رئيس الحكومة ورئيس مجلسي النواب والمستشارين ومستشار صاحب الجلالة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، كما يتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية أعضاء الحكومة
والمندوب السامي للتخطيط والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ورئيس المحكمة الدستورية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس مجلس المنافسة ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ومدير الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة والحاجب الملكي ومدير البلاط الملكي. زيارة دولة يبدأها اليوم لبلادنا فخامة رئيس جمهورية فرنسا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي الزيارة التي تحظى بالاهتمام الكبير هنا بالمغرب وبفرنسا وكذلك على المستوى العالمي، اهتمام سياسي اقتصادي وإعلامي، ففرنسا شريك مميز للمغرب. وزيارة الدولة للرئيس ماكرون لبلادنا تأتي في سياق جديد يتمثل في الدعم الذي أعلنت عنه فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي والذي يعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية في إطار الدينامية الدولية الإيجابية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية منذ عدة سنوات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. انتصارات متوالية راكمها المغرب بجهود دبلوماسية متواترة بشكل فعال وإيجابي وهادئ، توجت بإعلان دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة وفرنسا وذات مكانة في المنتظم الدولي اعترافها بمغربية الصحراء واعتبار مقترح الحكم الذاتي واقعيا تحت السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. رهان ورهانات أخرى يكسبها المغرب بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دبلوماسيا اقتصاديا اجتماعيا ورياضيا. فالمغرب أصبح قطبا أساسيا في المنطقة المتوسطية والجهوية والإقليمية وفاعلا أساسيا في المنتظم الدولي. يتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية عميد السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة ببلادنا. إشعاع دولي كبير تحظى به بلادنا في المحافل الدولية بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبفضل الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك نصره الله، تقدم بلادنا مصالح كبيرة لشركائها، وهي الآن مطلوبة من العديد من القوى. فبفضل موقعه الإقليمي والقاري
وتاريخه الحافل العريق وانفتاحه على الحداثة والتقدم. يتموقع المغرب كشريك مفضل لفرنسا، فالتنمية السوسيو اقتصادية توجد في قلب المصالح المشتركة بين باريس والرباط بفضل الاستثمارات المتبادلة في مجالات صناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الجديدة والفلاحة والخدمات وباقي القطاعات الاستراتيجية التي أبان فيها المغرب عن باع طويل، واحتل بفضلها مركز الصدارة على المستوى المتوسط والعالمي. يتقدم للسلام على فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون هنا بساحة مشور القصر الملكي بالرباط كبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للأمن الوطني، المدير العام لحماية التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، ووالي ومنتخب جهة الرباط سلا القنيطرة. مما لا شك فيه فإن زيارة الدولة التي بدأها اليوم الرئيس الفرنسي لبلادنا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والوفد الهام المرافق له من مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وشخصيات تنتمي إلى عالم الاقتصاد والمال والثقافة، ستسهم في إعطاء زخم قوي، زخم جديد للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، سواء في إطارها الثنائي أو متعددي الأوجه. علاقات تضع اليوم لبنات وأسس وركائز جديدة ضمن منطق رابح رابح مع أبعاد إقليمية وإفريقية ومتوسطية غير مسبوقة. فالبلدان أظهرا قدرتهما على تنسيق جهودهما على الصعيد الدولي وفي المحافل المتعددة الأطراف، خاصة في ظل تصاعد النزاعات والاضطرابات التي يشهدها عالمنا اليوم، وفي ظل هذه الروح والرغبة المشتركة من التنسيق على مستوى الجهود والتشاور والحوار السياسي الهادئ والبناء، يعمل البلدان على بناء علاقاتهما المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الأمني والجهود المشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في مناطق النزاع. يتقدم بهذه المناسبة للسلام على جلالة الملك حفظه الله أعضاء الوفد الرسمي الفرنسي المرافق للسيد إيمانويل ماكرون، الذي يضم على الخصوص السيد برونور تايور وزير الداخلية والسيدة أن جينيتي وزيرة التربية الوطنية والسيد جون نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية والسيدة رشيدة داتي وزيرة الثقافة والسيد سيباستيان لوكورني وزير القوات المسلحة والمحاربين القدامى والسيد أنطوان أرمون وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيدة آني جينيفر وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات والسيد باتريك هيتزل وزير التعليم العالي والبحث والسيدة أولغا جيفرني الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر المكلفة بالطاقة. كما يضم الوفد كذلك السيد ثاني محمد صويلحي كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية والسيدة نعيمة موتشو نائبة برلمانية عن فالدواز نائبة رئيس الجمعية الوطنية والسيد برونو فوشس نائب برلماني عن هوراين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسيد كريم بن الشيخ نائب برلماني عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا والرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية
والسيد كريستيان كامبو عضو مجلس الشيوخ عن فالدومارا رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من عالم الأعمال والثقافة والاقتصاد والفن والرياضة. وفد هام يرافق فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون في زيارة الدولة التي بدأها اليوم إلى بلادنا، مما يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه البلدين وتوليه فرنسا لهذه الزيارة من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية لعلاقاتهما الثنائية. تطلعات وطموحات مشتركة بين البلدين لتعزيز أوجه وميادين شراكة متجددة تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك، ليس فقط للبلدين ولكن أيضا على الصعيد الإفريقي. فسنة 2024 ستشكل لا محالة بداية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية، قوامها الوضوح والشراكة المبنية على الثقة والمنفعة المتبادلة، ارتكازا على تاريخ مشترك في العلاقات الثنائية، وحاضر مليء بالآمال والتطلعات للارتقاء بهذه العلاقات. ففرنسا تعد الشريك الأول للمغرب على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية. المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163 مليار درهم، وارتفعت صادرات فرنسا إلى المغرب بنحو 40% لتصل إلى 72 مليار درهم. وفي المقابل ارتفعت صادرات المغرب بنسبة ناهزت 12%. جسر تواصل وتكامل وتكريس للقيم المثلى، وسعي مشترك لقائدي البلدين من أجل توطيد مختلف أوجه التعاون المغربي الفرنسي الذي يعد نموذجيا واستثنائيا بالمنطقة. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولى الحسن، وصاحب السمو الملكية الأمير مولى رشيد، وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا خديجة، وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم، يخصص استقبالا كبيرا لضيف مميز للمغرب السيد إيمانويل ماكرون، الذي بدأ زيارة دولة لبلادنا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هي رغبة مشتركة لإرساء شراكات وتعاون مثمر يشمل كل الميادين من أجل حاضر ومستقبل البلدين. يتقدم للسلام على الرئيس الفرنسي أعضاء بعثة الشرف، والتي تضم على الخصوص السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيدة سميرة سطيل سفيرة صاحب الجلالة بباريس. إرادة ورغبة مشتركة تحدو البلدين لإرساء شراكات وتعاون مثمر يشمل كل الميادين من أجل حاضر ومستقبل العلاقات الثنائية والمتعددة البلدين بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وفقا للإرادة السياسية
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. إلى هنا سيداتي وسادتي، نعود بكم إلى استوديوهاتنا المركزية بالرباط.